حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المهدي الفضائية. طريق الحسين عليه السلام، طريق الأحرار، لوحة إيمانية تجمع ألوان الطيف من كل القوميات من كل أنحاء العالم. فهنا يجتمع أحبة الحسين وخدام الحسين عليه السلام طلبا للثواب وقضاء للحاجة. إن شاء الله تعالى سيكون بضيافتنا لهذه الليلة خادم الحسين الملا خضير الركابي ابن مدينة الناصرية. أهلا وسهلا بالطيب المخلص، حياك الله ملا خضير. الله يحفظكم أستاذنا العزيز، موفقين إن شاء الله ومأجورين، وتقبل الله أعمالكم وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. سنت. الله يحفظكم. الله يحفظكم ملا. أنا بودي أن أسألك سؤال حقيقة، صف لي شعورك اليوم وأنت كخادم لسيد الشهداء، ناعي لسيد الشهداء، ممن يقيمون المجالس مع المواكب مع الهيئات الحسينية، شعورك اليوم وأنت كخادم للحسين عليه السلام وأنت تسير بطريق الحسين وتجمع ما بين الزيارة وما بين الخدمة؟ الحمد لله والشكر، شعور لا يوصف. شعور من شوف الزوار كلها تسير لأبا عبد الله الحسين، وأنت تقرأ لهم وتخلي الناس تبكي وتنزل دمعتها على الحسين وتلطم على الحسين وتذكرهم بمسير مولاتي زينب عليه السلام. مصيبة يعني هسه مثلا زوار الحسين جاي يمشون الطريق والخدام ما مقصرين وياهم من أكل من شرب من مضيف من استراحة من كل شيء، ولكن نذكرهم بزينب مولاتنا زينب سلام الله عليها وهي تسير في الصحاري والجلادين معها وبني أمية معها يضربونها بالسياط حينما تندب الحسين حينما تبكي على الحسين، يضربون الأطفال، الأطفال تلوذ بعمتهم زينب. فمثل ما تقول نقارن هذا المشهد بهذا المسير المبارك لمولاتي زينب عليه السلام. نعم، أنا حقيقة حتى أكون يعني مع رغبة المشاهد الكريم، ودائما يوصلنا بأنه نستضيف من الرواديد من الناعين على سيد الشهداء عليه السلام، لأن نعرف هذه الأيام أيام الدمعة أيام البكاء أيام العزاء ونحن على المقربة من 20 من صفر. فأجوا لكم إن شاء الله ملا خضير وموفق إن شاء الله. الله يحفظكم الله يسلمكم. نقرأ أبو ذية لمولاتي زينب سلام الله عليها، تقول حكي تانس بي لا حكي الحر، خويا لا حكي الحر، لا حكي الحر، حكي تانس بي لا حكي الحر ولا جون الفزع لي، لا حكي الحر، لا حكي الحر، ينشدوني ينشدوني يا زينب لا حكي الحار، خويا ينشدوني ينشدوني يا زينب يا زينب لا حكي الحار، لا حكي الحار، وانا محمد اخوي اشتبه بي. وانا محمد اخوي اشتبه بي. عظم الله اجرك، طيب الله انفاسك. حقيقه عندما نقول زينب تصمت الكلمات، تسقط الاقلام امام الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. ملا ارد اسالك سؤال قبل ان تبدا بالقصائد وبالرثاء على سيد الشهداء عليه السلام، عندما تستذكر زينب روحي لها الفداء، شعورك وأنت من على المنبر أو الآن تسير في الطرقات المؤدية إلى سيد الشهداء مع الهيئات مع المواكب، بالتأكيد الشعور عند زينب يختلف. يختلف. أي والله الشعور يختلف. وأصعب موقف على مولاتي زينب سلام الله عليها يوم اللي طلعت من المدينة وركبوها الضعن الحسين والعباس سلام الله عليه، وعلى طول الطريق من المدينة إلى كربلاء ترف عليها راية العباس ومدللينها أخوتها، والعكس عندما انتهى يوم العاشر رجعوا بها الشمات قاتلي الحسين قاتلي العباس
ورجعوا معها الحسين والعباس فقط رؤوس. هذا موقف صعب. والأصعب من ذلك وصية أبي عبد الله الحسين عليه السلام عندما تكفلت الأيتام أطفال الحسين: يا أختي يا زينب، أطفالي عندك أمانة. فمصيبة أصعب مصيبة على زينب، مصيبة أصعب من مصيبة على زينب. ولذلك سميت بأم المصائب، بأم المصائب زينب سلام، وأم الحزن وأم الصبر، لأن المصاب اللي مر على زينب ما مر على أي شخص في الكون، لا نبي ولا وصي ولا إمام ولا مرسل، فهي أم الحزن وأم المصائب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعتها وأن نكون من المعزين والسائرين على طريقها. اللهم آمين رب العالمين. راحتكم الله. الله يحفظكم. كل اللي يدروه تحلمي الزوار فوقها تنام، كل اللي يدروه الزينب توديك ورماد الخيام، وش بعيد ذاك الدروب الفوق زينب تنضرب، وش بعيد ذاك الدروب الفوق زينب تنضرب، كل اللي يدروب كل اللي يدروب جروحها تنزف نزف، وقابل 70 ألف على الراحة زينب ترت لي سلامة، يحتري كل ساعة طفل وتنجري الطفلة بحبيل، يحتري كل ساعة طفل وتنجري الطفلة بحبيل، وصوت ذاك اللي ياكل بظهري اليتامى، والشمس ذاك الظهور تحسها بالحومة جمور، ذاك وقتي ما علت بالجاو حمامة، عاملي عيوني التراب وشايفة أروع عذاب، والشمر بس الشتم تسمع كلامه، وتسمعي الناس اضربوهم هؤلاء الخارجيين، وتسمعي الناس اضرموا النار بخيام الظالمين، ناس ما عندهم قلب الفوق زينب تنضرب، كل اللي يدروب كل اللي يدروب راسخوها بالرمح تقابل الحد الصبح، وتنظروا بكل ما تجي تشكي لهمها. شاعرها الموفق الشاب حيدر العبودي: عد هوي راسه حكي تعاتبه وبس بكي، خاف تحكي وتنضرب ما حد يضمها، تعايني الوجه السماء بيها شي مسوي الضمى، ما حني وين ناقذي تشيل ما يلمها، والخدير كلهن اجن تقابلن يمها وبجن، عالمصايب من جرن والطاف صدمها، همها بالليل شو تسوي، همها بالليل مجلس تسوي لها الهبل سواد،
همها بالليل حتى ما حد ينظر لها بالعباد وبالنعيم تبكي القلوب الفوق زينب تنظروب كل اللي دروب كل اللي آخر بيت كل اللي دروب كل اللي الناقة هز ليا علي واصعدي بلا كافلي وبالرميح راسي واسمع نحيبه الدنقي لراسي وتويس ميتة ما اندفن اخ من يوم 11 صارت غريبة اخ من يوم 11 صارت غريبة بقد لي سياط الجريت زينب الحرة عثرت والهضم من الضحك فوق المصيبة الجانت بعزي وفخار يمها عباس القمار الجانت بعزي وفخار يمها عباس القمار كان لو نادى يقل لها الحبيبة شالو نادى يقل للها الحبيبة دارتي النور الكربلة تقلهم أريدت فين أخوي دارتي النور وقال هل سجاد ردي اتفنت ابوي وفوق هليت التروب الفوق زينب تنظروب وفوق هليت التروب الفوق زينب تنظروب كل اللي دروب كل اللي دروب موفقين الله ان شاء الله 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 على هذا الابداع طيب الله انفاسك ملا خضير العزيز الطيب الله يحفظكم هنيئا لك وانفاسكم الطيبه هنيئاً لك لخدمة الحسين وخدمة مولاتنا زينب حقيقة مؤلم أن تكون الكلمات بهذا الواقع على مولاتنا زينب عليه السلام عظم الله أجرك أجورنا وأجوركم الحمد لله والشكر أن نكون من خدام الحسين نحمد الله ونشكر على هاي النعمة شكراً أبا عبد الله الحسين اللي خليتني أن أكون ولو خوادم من خدامك أبسط شيء خادم من خدامك أحمد الله وأشكره اللي غير اسمي من خضير إلى أن الناس تصيح لي ملة وهذا كله من عطايا الحمد لله الحمد لله والشكر نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعة الحسين وحضور الحسين ليلة القبر إن شاء الله تعالى هذا كل العمل اللي نقدمه الحمد لله والشكر الحمد لله الحمد لله وأنفاسك الطيبة عظم الله أجرك أجورنا وأجوركم وموفقين إن شاء الله كادر قناة المهدي جزاكم الله خير على هذا التعب وعلى هذه التغطية الله نسأل الله تعالى أن يقضي حوائجكم وأن يجعلكم من المعزين والخدام لأبي عبد الله الحسين جزاكم الله خير الجزاء الله يحفظكم لك سلامة الوصول وتقبل الله إن شاء الله مقدما ونحن على بعد أمتار وخطوات قليلة لسيد الشهداء عليه السلام نحمد الله ونشكره نسألكم الدعاء والمشاهد الكريم أيضا يسأل الدعاء إن شاء الله لا ننساكم من الدعاء وكل الخدام اللي أوصونا بالدعاء الزوار كل أصحاب الحوائج نسأل الله تعالى اللي خارج العراق اللي أوصونا بالزيارة والدعاء إن شاء الله ما ننساهم من لبنان ومن إيران ومن أستراليا نسأل الله تعالى أن يسهل لهم وأن يأتون إلى قبر أبي عبد الله الحسين وأن يشرفون بزيارة الإمام الحسين عليه السلام وإن شاء الله نهدي لهم خطوات لكل زائر ما استطاع هذه السنة أن يأتي إلى الحسين عليه السلام الخدام اللي أوصونا جميعا أصحاب الحوائج
نسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. صلي على محمد وآل محمد. نعم مشاهدينا الكرام، نحمد الله على هذه النعمة أن يكون خادم لخدمة الحسين الملا خضير الركابي، هذا الرجل الذي يمتلك من الوعي والثقافة الحسينية ما تؤهله لأن يحتلي على منبر سيد الشهداء عليه السلام، وهو من الخلص إن شاء الله تعالى ومسجل عند الحسين ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. تقبل الله تعالى عزاءكم، عظم الله تعالى لنا ولكم الأجر إن شاء الله تعالى. اللهم ارزقني زيارة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. تقبلوا تحياتنا وعظم الله لكم الأجر. دائما ختاما أقولها بنداء، لبيك يا حسين.